أهلا بكم طلبة وطالبات ال first preparatory stage الصف الأول الإعدادي. أهلا بكم. النهاردة معاكم نكمل unit 2. كنا توقفنا لحد lesson 3، النهاردة بنكمل lesson 4. But at the beginning, let me start with the objectives of the third of the second unit. This is unit 2 objectives. Okay, we have here some key vocabulary and key vocabularies and expressions. The first one here is pass the intercom. Pass the intercom. It means that you are pressing on the intercom. يعني انت بتدوس على الانتركم. انتوا عارفين طبعا الانتركم اللي هو الجهاز يعني شبه التليفون كده، متوصل بالبوابة بيبقى على الباب، ومعانا جوه في وسيلة تواصل بنقدر اننا اكلم حد بره اسمعه وهو يسمعني. follow rules بنتبع القوانين او بنمشي تبع التعليمات او القوانين بتاعت المكان. share information دي collocation. collocation يعني ايه؟ collocation يعني في verb بيجي مع noun معين او بيجي مع expression معين علشان بيكملوا بعض في المعنى، ما اقدرش استخدم له حاجة تانية. منها مثلا share information، انا بتشارك معلومات مع غيري. got it ياخدها او يحصل عليها. ride a bike ان هو بيسوق العجلة. ممكن برضو الverb ride يجي مع horse. make sure يكون متأكد. fetch معناها زي bring يجيب او يحضر. follow يتبع. carry معناها ان هو بيحمل او بيشيل. intercom ده اللي قلنا عليه من شوية، الجهاز اللي بيكون وسيلة تواصل مع حد في مكان وحد بره المكان ده، على البوابة مثلا الرئيسية او كده. date of birth تاريخ الميلاد. address عنوان. profile اللي هو مثلا زي personal profile اللي هو زي الغلاف الشخصي ليا او كده. alone لوحدي. public place مكان عام او مكان عمومي. island الاس here is silent so it's not pronounced، الاس مش بنطقها لانها هي silent. island وهنا الاي لا تقطعها، I pronounced it as long vowel. I long vowel. go for walks نمشي للتمشية. in a good condition في حالة جيدة، في حالة حلوة بوصف بيها ممكن حاجة عندي، حاجة بعرضها للبيع. زي مثلا في دلوقتي في مواقع كتير على النت بنقدر نبيع حاجات مستخدمة عليها، فحد بيوصف حالتها بيقول ان هي in a good condition في حالة كويسة. in person دي معناها ان هو زي face to face. in fact في الحقيقة او في الواقع. If you look here, we have a conversation between Saif and his grandpa. Saif وجده كانوا بيتكلموا على الأونلاين شوبينج، okay؟ أو عموما الأونلاين، إن أنا إزاي ممكن أبيع حاجة أونلاين. Do your family and friends ever sell things online؟ هل أنت في حد في عيلتك أو في صحابك بيبيع حاجة أونلاين؟ كل واحد فينا كده يفكر لو بيعرف حد. I think إن ال conversation دي هتكون مفيدة ليه. هنبدأ هنا. سيف بيبدأ يكلم ال grandpa بتاعه جد. grandpa why don't you sell some of this old furniture online؟ أكيد انت ليه مش هتبدأ تبني، مش بتبيع حاجات من ال old furniture دي online، من العفش القديم ده. that's why you can get some money for it. وانت بالطريقة دي انت ممكن تقدر تاخد فلوس منه. grandpa قال له I don't know is it safe. قال له انا مش عارف هي دي حاجة is it safe، هي دي امان. safe هنا by the way is different from the safe his name. safe هنا هي حاجة امان، لكن safe تاني is both of them have the same pronunciation. الاثنين ليهم نفس pronunciation but they are different in writing. سيف هيرد عليه ويقول له It's safe as long as you follow a few rules. هتكون هي أمان as long as طالما طالما
ان انت you follow a few rules. By the way هنا ال verb follow بيجي مع rules, follow the rules, بيتبع او بيمشي او بيطبق القوانين صح. grandpa قال له can you tell me what they are, ممكن تقول لي ايه القوانين دي؟ سيف رد عليه قال له yes I can, ايوه انا اقدر. لو تفتكروا هنا في request بيقول له can you, can you اهو جه وراها ال infinitive can you tell me what they are, فراح رد عليه قال له I can yes. first اول حاجة always use a well known website to buy or sell something, دايما استخدم website مشهور او معروف او موثوق علشان ان انت تشتري او تبيع اي حاجة. here is a good one. okay what do you want to sell, فراح فتح لجد واحد website يعني well known or trusted website للثقة وقال له انت عايز تبيع ايه. فجراند بول رد عليه قال له how about this table, ايه رأيك في الترابيزة دي. سيف رد وقال له great can you give me your phone so I can take a photo of it, ممكن تديني الموبايل بتاعك علشان اقدر اخد صورة ليها. قال له thanks okay the next thing to remember is, قال له الحاجة اللي بعد كده اللي محتاجينك تركز فيها او تفتكرها هي ايه. always be honest, خليك دايما امين. honest make sure all the information you give about something you're selling is true, ودايما كل المعلومات اللي انت هتقولها على اي حاجة بتبيعها is true حقيقي. grandpa قال له well طيب this is a large table from the 1970s, it's in a good condition, هي في حالة جيد, دي موجودة من السبعينات. سيف رد عليه وقال له okay now, طب دلوقتي another very important rule is, في قاعدة مهمة جدا وهي don't share personal information, اوعى تشارك ال personal information بتاعتك مع اي حد. زي ايه ال personal information؟ like your name, اسمك, date of birth, تاريخ الميلاد, address or bank account details, عنوانك او التفاصيل الحساب البنكي بتاعك. grandpa رد عليه وقال له got it, فهمت. what happens next, ها وبعدين ايه اللي هيحصل بعدين. فسيف رد عليه وقال له someone will send you a message if they want to buy the table, في حد هيبعت لك مسج لو هو عايز يشتري التيبل دي. grandpa رد عليه وقال له and then, طب وبعدين. well I need the person to give it to them, انا هقابل الانسان دوت عشان اديها له. فراح رد عليه سيف قال له it's better to send it to them, الاحسن ان انت تبعتها لهم مش تروح. بعد كده in fact that's another important rule, if you have, دي برضو قاعدة تانية مهمة, if you have to meet someone, لو انت لازم تقابل حد, meet them in a public place and don't go alone, خليك تقابلهم في public place يعني مكان عام مفتوح, we don't go alone, ما تروحش وانت لوحدك ابدا. grandpa رد عليه وقال له thanks, شكرا يا سيف. think safe, we never did this when I was younger age, انا عمري ما عملت حاجة زي دي لما كنت في سن صغير. طيب هنيجي هما هنا بدأوا يوريدي ان هما يتكلموا على sell something online, انت بتبيع حاجة online, وبدأ يتكلموا على الروز ايه اللي هو المفروض يخلي باله منها اي حد هيبيع حاجة online. دي general information, okay, how talking about simply selling things online, انا هبدأ ان انا بتكلم على زي ابيع الحاجات دي بامان online او ان انا اكون ببيع وانا مطمن. okay فنبدأ نشوف حاجات زي كده ممكن تنفعنا بعد كده في dialogue لما باجي مثلا عايز اسأل اسئلة زي ايه. is it safe to sell my old furniture online, is it safe to sell my old furniture online,
هل دي امان ان انا ابيع الاولد فرنتشر بتاعي اونلاين؟ فيرد عليه ممكن يقول له ايه، it's safe as long as you follow a few rules. It's safe as long as you follow a few rules. هي دي هتكون امان طالما انت بتتبع الفيو rules دي، القوانين. طيب ممكن برضو سؤال تاني هيقول لي how can I sell something online. How can I sell something online. انا ممكن ازاي ابيع حاجة اونلاين. فبيبدأ الرد عليه الريسبونس هنا بنيجي نقول ايه، use a well known online shopping website. Use a well-known online shopping website. استخدم ويب سايت well-known مشهور أو trusted موثوق فيه لو عايز تبيع حاجة أونلاين. ال questions ديت والإجابات بتاعتهم هتفيد معاكم حبايبي كتير أوي أوي في الدايب. I wanna thank you so much. شكرا ليكم ولوقتكم. كان معاكم من منصة البث المباشر فاطمة أحمد صقر. ولو حبايبي تقدروا تعملوا سكان للكيو ار كود دون، هنقدر من خلاله ان احنا ندخل على بيج الفيسبوك لمنصة البث المباشر، وبتقدروا انكم بتشوفوا السكادجول موجود لكل التيتشرز لكل المواد، وهتعرفوا كمان المواعيد بتاعتي اللي انا موجودة معاكم فيها، وبتقدروا تدخلوا على لينك اليوتيوب علشان تشوفوا باقي الحلقات اللي كانت موجودة معانا. شكرا لكم جدا، شكرا لوقتكم. Okay, I have to go now. Bye bye.